وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. دكتور طارق، أهلا ومرحبا بك على شاشة دي إم سي. أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ هيثم، تفضل يا فندم. دكتور طارق، في هدوء شديد وبحكمة بالغة، مستخدمة كل الخبرات التفاوضية والسياسية والحنكة التفاوضية عبر كل السنوات، استطاعت مصر وبكل قوة أن تصل إلى هذه الهدنة التي كان من الصعب أن تحدث في الحقيقة خلال الأيام السابقة. كيف تابعت كل تلك الجهود خلال الفترة الماضية، ومع كل المحاولات المصرية الحالية، هل تتوقع أن نرى هدنة قادمة؟ هو بالتأكيد طبعا جهد مصر المتراكم وخبرتها الطويلة في التعامل مع الأحداث في قطاع غزة فرض بطبيعة الحال معادلة مصرية مباشرة في تفكيك عناصر الأزمة منذ اليوم الأول في بدايتها، وكان يمكن أن تتجاوب يعني الطرفين في هذا الإطار لولا تصميم كل طرف على المضي في تحقيق جزء من أهدافه السياسية والاستراتيجية. وأنا في تقديري أن في جزء من المعادلة التي تم طرحها وتعاملت القاهرة معها تمت في سياقين. أولا، خبرة مصر في التعامل مع قطاع غزة، هذا يعني أمر مهم للغاية، وطبعا التنسيق مع الأطراف المختلفة بالإضافة إلى الدور القطري والانفتاح المصري على الولايات المتحدة، وبالتالي نجحت مصر في تفكيك عناصر الأزمة والوصول إلى حالة الهدن خلال الأيام الأخيرة، مع التوقع أنه سيكون هناك هدن صادمة مستمرة لعدة أيام إذا توفرت الإرادة السياسية من قبل الطرفين. ومن الواضح أن القاهرة بتتعامل بحرفية ومهنية كبيرة في التعامل من خلال خبرة الوفد الأمني المصري، ومن خلال كما أشرت الرؤية الاستباقية في التعامل مع الأزمة وارتداداتها. أعتقد أنه سيكون هناك بطبيعة الحال يعني أفق بنتحرك فيه كمصر، سواء كان على المستوى الدبلوماسي والسياسي أو على مستوى الرؤية الشاملة. يعني القاهرة وهي تضع نقاط فوق الحروف في تطورات في قطاع غزة، بتضع يعني في أولوياتها هو إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية مجددا، وبالتالي تحميل المجتمع الدولي لكثير من النقاط على اعتبار أنه قضية غزة قضية جزء من كل، وأن المجتمع الدولي عليه أن يتحرك لحل القضية الفلسطينية حلا جذريا وفق طبعا خيار حل الدولتين ومقاربة الأرض مقابل السلام وتنفيذ قراري 242 و338. وبالتالي القاهرة بتتحرك على مسارات جزئية، هدنة وأعمال إنسانية وإغاثة وتقديم المساعدات، وأيضا على مستوى الإطار الأشمل وهو طبعا إعادة تقديم القضية إلى المشهد الدولي. وطبعا خلال الساعات المقبلة سيكون هناك جلسة لمجلس الأمن ففي تحرك، سواء كان تحرك في الإقليم وفي خارجه. بالتالي جملة الاتصالات واللقاءات اللي جرت في القاهرة، وتستطيع حضرتك انك تحددها، خلال 10 أيام الماضية القاهرة تحولت إلى بوصلة لتحديد الأطر التي يمكن التحرك فيها. يوميا هناك مسؤولين كبار في أوروبا يزوروا القاهرة في اتصالات جارية بين القادة السياسية وبين قادة ودول العالم، سواء الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي، النهاردة رئيس المجر. وبالتالي في تحركات، وطوال الاسبوع طبعا في زيارات المسؤولين كبار في الاتحاد الاوروبي، رئيس وزراء اسبانيا، رئيس وزراء بلجيكا، البرتغال وغيرها. وبالتالي في رسائل مهمه ان القاهره هي نقطه الارتكاز الرئيسه في التعامل مع تطورات الاوضاع في قطاع غزه. وبالتالي الرسائل ايضا تتجه الى طرفي المعادله، لحماس والى اسرائيل. وبالتالي هناك مناخ جديد يتشكل في إطار إقرار هذه الهدن والتعامل معها بما فيها طبعا بما يحقق المصالح العليا للدولة المصرية في هذا التخطيط. أعتقد هذا أمر مهم للغاية. خلال طبعا الفترة الراهنة سيكون هناك حسابات وتحضيرات متعلقة بطبيعة الأزمة وتفكيك عناصرها والتعامل معها بصورة أو بأخرى. تقديري أنه هناك بالفعل انفراج في الموقف بعيد عن التصريحات الإسرائيلية العشوائية التي صدرت خلال الساعات الأخيرة، وفيها جزء مما يجري، يعني جزء التصريحات بشأن استئناف العملية العسكرية وغيره. يعني أرجو ألا نتوقف أمام مثل هذه التصريحات، لأنها بهدفها الرئيسي حضرتك تحسين شروط التفاوض وليس محاولة ترهيب طرف على حساب طرف آخر.
هناك تطورات في الإقليم يجب الانتباه إليها، وفي تحركات عربية وإسلامية في هذا التوقيت، وفي تحرك عربي من خلال التحركات طبعا اللي قام بها وزيرنا سامح شكري والأطراف العربية ووزراء الخارجية العرب اللي ذكروا طبعا زي ما حضرتك تعلم صحيح الصين وبريطانيا وفرنسا. صحيح الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.